السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرتم لي في هذا المقطع. ماذا عن اللحية عند الشباب دكتور؟ والله هي سنة مؤكدة. هي سنة مؤكدة. سأله عن اللحية فقال هي سنة مؤكدة، ثم قال هناك من يرتقي بها إلى قبيل الفرض، هي مشكلة. أما هو موقف المعتدل، اللحية سنة عند الإمام الشافعي. الموقف المعتدل سنة عند الإمام الشافعي. كتب الشافعي موجودة وكتب تلاميذ الشافعي موجودة، إيتونا بكلام الشافعي الذي قاله ونسبه له ابن حزم المتوفى عام 456، نقل في كتابه مراتب الإجماع إجماع العلماء على حرمة حلق اللحية، إجماع العلماء. أين كلام الشافعي الذي نسبه؟ لا يوجد، والإجماع نقل على حرمة حلق.